نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبحث تدريب وتأهيل مكونات العملية التعليمية وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين. امبارح ايضا بدا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جوله تفقديه بعدد من المشروعات بمدينه العالمين الجديده لمتابعه سير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ. اخبار مهمه كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وتم تناول عدد من محاور التدريب والتأهيل لمكونات العملية التعليمية وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية. وتم في هذا الصدد استعراض الجهود الجارية التي تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة لرفع مستوى وتطوير آليات انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية. وأكد الرئيس الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم خاصة العنصر البشري من خلال حسن الاختيار والتأهيل سواء الفني أو الشخصي بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والحياد والجدارة وبما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية التي يحصل عليها أبناء وبنات مصر في المدارس. امبارح ايضا بدا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جوله تفقديه بعدد من المشروعات بمدينه العالمين الجديده لمتابعه سير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ. واكد رئيس الوزراء ان مدينه العالمين الجديده بتمثل مشروع حضاري مميز بتوليد دوله اهتمام خاص بما تشهده من تنفيذ منشات سكنيه وخدميه وتجاريه وترفيهيه واداريه بتستهدف جعل المدينه نقطه جذب للاستثمارات والرواد وتحقيق الاستفاده من المقومات الواعده لهذه البقعه الساحره على ساحل المتوسط. وتابع رئيس الوزراء خلال الجوله موقف تنفيذ اعمال الزراعات وتنسيق الموقع العام بالمشروع، مؤكدا اهميه التركيز على ملف التشغيل والصيانه لضمان الاداره الامثل لهذا المشروع الحضاري والحفاظ على ما ينفذ من منشات. كمان امبارح وفي إطار جولته بمدينة العالمين الجديدة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه الوحدات الجاهزة للتسليم بمشروع الحي اللاتيني بالمدينة تمهيداً لبدء إجراءات تسليمها للحاجزين. وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجودة أعمال التشطيبات المنفذة والمساحات الخضراء بالمشروع ووجه بضرورة الحفاظ عليها والاهتمام المستمر بأعمال التشجير. وفي ختام جولته وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات السكنية في التوقيتات المخططة والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة في هذا الشأن. أيضاً امبارح وفي إطار الجولة اللي قام بيها بمدينة العالمين الجديدة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه مشروع سكن مصر بالعالمين الجديدة، واستمع رئيس الوزراء لشرح من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأشار إلى أن مشروع سكن مصر بيعد من المشروعات المتميزة لشريحة متوسطي الدخل بمدينة العالمين الجديدة، موضحاً أن المشروع يتكون من 128 عمارة سكنية، كل عمارة بتتكون من دور أرضي وسبع أدوار متكررة بإجمالي 4096 وحدة سكنية، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع تتخطى 98%، وتم تسليم 1177 وحدة بالمشروع وجاري استكمال التسليم طبقاً للجداول الزمنية المقررة. امبارح أيضاً عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع استمع فيه لشرح حول موقف مشروع رأس الحكمة والتجمع العمراني غرب الضبعة وأيضاً المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العالمين الجديدة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي لا سيما أنها تضع مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية، فإلى جانب المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها في مدينة العالمين الجديدة بدأ العمل الجاد تمهيداً لبدء المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة الجاري تنفيذه بشراكة مصرية إماراتية، وهو المشروع الذي من شأنه أن يدر للاقتصاد المصري موارد دولارية ضخمة على مدى فترتي إنشاء وتشغيل المشروع. امبارح أكدت الحكومة أن التصميم الحالي لجواز السفر المصري كما هو دون تغيير وأن الصور المتداولة بهذا الشأن غير صادرة عن الوزارة، وأشارت إلى أن أي تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية بتصدر عن أجهزة وزارة الداخلية وبيتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.